سيد أحمد الحرزلي، ما هي أكلتك المفضلة؟ سي سامبل كلير نت اي بريسي. طعام، لأن الطعام هو الماكلة بار اكسيلونس، وفي عقبها الشخشوخة والشربة تاع الفريك. ونقول لك حاجة، جاتني لاير دي لا غروند شان دو تيليفزيون الموند، الصحفية كي كلات الطعام هنايا، وجاتني ثاني صحفية نتاع قناة العربية اللي داروا على 13 شخصية منهم زيدان وطنية، بطانية هنا وعبد العالم، اللي كي كلاو الطعام هذه ايزون بوكو ابريسي، قالوا سي ميغ كوسكوس. و افكتيفمون بلا ما نلوح دي فلور الناس مسعد، طعام المسعدية سي لو ميغ موند. لو كان شاركنا، لو كان رانا شاركنا في وان شاء الله نشارك نتاع لايغ دي، بلغ وديروه في الروبورتاج تاعهم، وبلغ ثاني نتاع رويترز، وراه جايني دحمان دوك يكلمني، قال لي راها جايه صحفيه باه دير سبيسيالمون الكسكس تاع مسعد، بدها العرب ولحم الخروف والحوثه تاع المسعديه. ماذا تعني لك كلمه السلام؟ السلام هو الطمأنينه، السلام هو الحب العميق، السلام هي العافيه، تربي المال والاولاد. السلام اسم من أسماء الله الحسنى. ماذا تعني لك الجزائر؟ الجزائر هي كل شيء، بعد ربي سبحانه الرسول يسلم الوالدين تأتي الجزائر. مسعد هو لونيفير تاعي، هو كوني، راني في الصالون تاعي وراك تشوف راها ميوزي. مسعد نقول لهم مون كور ما دي ان جور فيفر نول بار ايور اي سيت ايسي ا مسعاد ايترنالمون كو تو فيغراس.